بسم الله الرحمن الرحيم. لا فرنسية. ومن على هذا الموقع كما نلاحظ اش 24 انفو عندنا هذا الخبر المثير كوفيد 19. اذا نتكلم عن هذا الوباء بينيغي دي زانك. اذا خصاص في الزنك، خصاص في الزنك، فيتامين سي اي ازيتروميسين دون لي فارماسي. اذا نتكلم عن انتيبيوتيك. اذا هذا الدواء هو مادة مضادة تستعمل بالخصوص من اجل علاج بعض الامراض متعلقة بالحنجرة، متعلقة بالشعب الهوائية، والمتعلقة ايضا بالاسنان. اذا كما قلنا الان كوفيد 19 بينيغي دي زانك فيتامين سي اي ازيتروميسين دون لي فارماسي. نتكلم هنا عن خصاص من هاد المواد دون لي فارماسي في الصيدليات. طبعا الخبر كما نلاحظ انه نشر يوم 28 يوليوز 2021. اذا عندنا في الاسفل كما نلاحظ الو كو لي كا بوزيتيف غوبارت ا لا هوس دوبوي بليزيور سومان لي فارماسي سو بلان اكتويلمون دي بينوري دو ميديكامون نيسيسير دون لو بروتوكول دو سوان دي كوفيد 19. alors que في حين ان لي كا بوزيتيف نتكلم عن الحالات الايجابيه. alors que في حين ان لي كا بوزيتيف الحالات الايجابيه ربارت نتكلم عن لو فيرب ربارتير كما نقول ان تنطلق مجددا. نتكلم هنا عن المعنى المجازي لهذا الفعل alors que لي كا بوزيتيف ربارت. اذا نتكلم هنا عن الحالات الايجابيه ان تنطلق مجددا على هوس على هوس يعني في الارتفاع ربارت على هوس انها تنطلق مجددا الى الارتفاع. المقصود ان عدد المصابين يزداد مجددا alors que les cas positifs repartent à la hausse في حين ان هذه الحالات تزداد depuis plusieurs semaines منذ عده اسابيع. les pharmaciens الصيدليون اصحاب الصيدليات سو بلان انهم يشتكون. عندنا لو فيرب سو بلاندر عندنا فعل اشتكى سو بلان اكتويلمون انهم يشتكون حاليا اكتويلمون يعني حاليا دون بينوري دو ميديكامون نيسيسير. اذا هم يشتكون من نقص دون بينوري من نقص دو ميديكامون نيسيسير لادويه ضروريه دون لو بروتوكول دو سوا دو كوفيد 19. اذا لازمه في بروتوكول علاج. نتكلم عن بروتوكول المقصود بها تلك الاجراءات التي يقوم بها المريض توخيا للشفاء dans le protocole de soins du covid 19. اذا طبعا نتكلم عن ادويه ضروريه من اجل معالجه كوفيد 19 عند المصابين يشتكي اصحاب الصيدليات من غيابها او على الاقل من نقصانها. ثم يستمر المقال كما نلاحظ on est dans la même situation qu'à la rentrée de septembre de l'année dernière only يعني اننا يعني كل الناس او على الاقل مجموعه من الناس نشير اليها بعد اون اوني اننا دون لا ميم سيتياسيون اننا في نفس الوضعيه كلا غونتخي دو سبتمبر تماما كبدايه. طبعا عندنا هنا لا غونتخي يعني دخول. اذا نتكلم عن دخول شهر المقصود بدايه الشهر كلا غونتخي دو سبتمبر كما هو في حال بدايه شتنبر دو لاني ديغنيير للسنة الماضية. إذا نحن الآن في وضعية تشبه وضعية بداية شتنبر السنة الماضية. دوبوي دو سومان منذ أسبوعين إليا إن بينوري دو ميديكامون إليا إن بينوري دو ميديكامون كوفيد. إذا منذ أسبوعين هناك نقصان في أدوية كوفيد الخاص بهد المرض. أسافواغ كما نقول يتعلق الأمر أسافواغ سو أباز دازيتروميسين. إذا نتكلم عن اللاتي أباز كقاعدة دازيتروميسين المتعلقة بهاد الدواء. إذا نتكلم عن أدوية بالخصوص من هاد العائلات بمعنى آخر المتضمنة لهاد المكونات أزيتروميسين. إذا نتكلم عن أدوية كما قلنا تعالج مثلا الشعب الرئويه تعالج الاسنان دو فيتامين سي. طبعا فيتامين سي ممكن اننا نجده مثلا في عده ادويه. ايضا هناك نقصان
الأدوية التي تحتوي فيتامين سي إيدو زنك، ثم الأدوية التي تحتوي الزنك. سانكيات أنها تقلق، المقصود أنها تتكلم وهي قلقة. سانكيات أنها تقلق. شام خليل، إذا نتكلم عن شام خليل فارماسيان صيدلانية دون لاغونديسمون دو حي مولاي رشيد في دائرة مولاي رشيد أكازابلانكا بالدار البيضاء. إذا كما نلاحظون أوني دون لا ميم سيتياسيون كا لا غونتخي دو سبتمبر لاني ديغنيغ، كا لا غونتخي دو سبتمبر لاني ديغنيغ. دو بلو دو سومان إليا أون بينوري دو ميديكامون كوفيد أسافوار سو أباز دازيتروميسين دو فيتامين سي إي دو زنك. سانكيات شام خليل فارماسيان دون لاغونديسمون دو حي مولاي رشيد أكازابلانكا. في كل لي كا بوزيتيف اون توغمونتي، عندنا هنا في هذه تاتي من فعل فواغ، هنا في هذه تقال هكذا، المقصود بالنظر، المقصود بها بالنظر. في كل لي كا بوزيتيف اون توغمونتي، بالنظر الى ان الحالات الايجابيه اون توغمونتي، انها ارتفعت. عندنا هنا لو فيرب اوغمونتي يعني رفعها، كما تلاحظون بان عندنا في كل لي كا بوزيتيف اون توغمونتي. هي في الحقيقة لو جينا نتبعو القاعدة اللي عرفنا من قبل، خاصة نقولو هنا لي كا بوزيتيف سون توغمونتي، لأن هي التي ارتفعت، خاصة نستعملو هنا في الحقيقة لوكسيليغ إتخ. لكن طبعا عادة لو فارب أوغمونتي أنه يصرف مع أفواغ. وفي الحالتين نأخذ مثلا الحالة المالية، نقول مثلا لو بخي أ أوغمونتي، تمنو ارتفع. ويمكن أن نقول مثلا certains vendeurs ont augmenté le prix. إذا كما تلاحظوا بأن في الحالتين أننا استعملنا أفواغ، ولكن المعنى يبقى بين، المعنى يبقى واضح. نقول مثلا le prix a augmenté، أو نقول مثلا le prix ont augmenté، يعني أن الأثمنة ارتفعت، هي التي ارتفعت، الارتفاع حدث لهذه الأثمنة. ومع ذلك نقول لي بري اون توغمونتي، الناس متعودون على استعمال هذا الكلام. طبعا في بعض الحالات الناس يتعودون على استعمالات معينه لبعض الكلمات ومنها هذه الافعال، كما قلنا لي بري ا اوغمونتي، لي بري اون توغمونتي، الاثمنه ارتفعت. واذا رفع البائع الثمن نقول ايضا لي فوندور ont augmenté le prix. Les vendeurs ont augmenté le prix. أحيانا نستعمل l'auxiliaire être. نقول مثلا les prix sont en augmentation. ممكن أننا نقول هذا أيضا، يعني أن الأثمنة هي في ارتفاع. إذا كما قلنا هنا في كل cas positif ont augmenté، إذا بالنظر إلى الحالات الإيجابية أن ارتفعت، les pharmacies ont demandé، يعني أن الصيدليات يطلبون منها. عندنا هنا لوفار دوموندي ومسبوق بهاد اون، هذا المقصود بها منها. اذا لي فارماسي اون دوموند، هنا المقصود بها لي فارماسي دوموند دو سي ميديكامون، يعني ان الصيدليات يطلبون من هذه الادويه التي نفدت. اليغوراسيست نوزون اونفوا او كونت غوت، كما يقول بعض الصيادله فيو كو لي كا بوزيتيف اون توغمونتي، بالنظر الى الحالات الايجابيه التي ارتفعت، لي فارماسي اون دوموند اليغوسيست نوزون اونفوا او كونت غوت، الصيادله يطلبون منها اليغوسيست. اذا نتكلم عن تجار الجمله، اليغوسيست اذا نتكلم عن تجار الجمله الذين يبيعون للصيادله. طبعا الصيادله يطلبون هذه الادويه اليغوسيست، والتجار الجمله نوزون اونفوا او كونت غوت، يرسلون لنا منها او كونت غوت. كونت غوت هي التي نضع في الأدوية ثم نقطر قطرة بقطرة. كونت غوت كما نتكلم عن حاسبة القطرات، إذا نتكلم عن تلك الأداة التي نقطر بها الأدوية، مثلا مادة سائلة أخرى قطرة بقطرة، حاسبة القطرات أو عداد القطرات. طبعا نتكلم هنا على الفيرب كونتي، نتكلم على الفيرب كونتي، ومنها لا كونتابيليتي يعني المحاسبة. لو فيرب كونتي أنك تعد، إذا عندنا هنا كونت غوت، طبعا غوت المقصود بالقطرة، إذا كونت غوت كما نتكلم عن عداد القطرة كما عندنا هنا. بالنظر هذه الحالات المتزايدة، أصحاب الصيدليات يطلبون
من هاد الأدوية، لكن الباعة بالجملة يقطرون لهم هاد الأدوية، المقصود أنهم يعطونهم أعداد قليلة entre 1 et 5 boîtes par commande. إذا هنا طلب أصحاب الصيادلة من هاد الأدوية الذي سيرسل لهم من تجار الجملة entre 1 et 5 boîtes par commande. إذا هو فقط بين واحدة وخمسة علب par commande في كل طلب، في كل طلب. إذا طبعا هم يطلبون عددا حتى يواجهوا الطلب المتسارع على هذه الأدوية لمواجهة كوفيد 19، ولكن أصحاب الجملة يرسلون واحدة إلى حدود خمسة علب في كل طلب. أجوطيل أضافت هي. إذا طبعا نتحدث هنا عن صيدلانية تصف حال زملائها وهم يطلبون هذه الأدوية لمواجهة الطلبات المتزايدة. أجوطيل أن أضافت هي بخيسيزون موضحة لذا بخيسيزون المقصود به فعل وضحها بخيسيزون كون مارس أفغيل ماي موضحة بأنه في مارس وأبريل وماي ديرني الأخيرة أو كرو دو لافاغ أو كرو دو لافاغ كما نقول في أسفل الموجة. كنا نتكلم عن قاع الموجة، نتكلم عن موجة هاد الإصابات عندما كانت منخفضة لي كونتيتي دو ستوك إيتي سوفيزونت كمية المخزونات إيتي سوفيزونت أنها كانت كافية. نقول عن شيء بأنه سوفيزون سوفيزونت في حالة المؤنث أي أنه كافي أو أنها كافية. ثم عندنا لي جون فون دي ستوك كما نقول أن الناس يعملون مخزون، المقصود بأن الناس يقومون بمخزونات إي سوطو ميديك كما نتكلم هنا على الفيرب سوطو ميديكي. طبعا المقصود بأوطو إذا نتكلم عن ذاتي شيء ما ذاتي كما نتكلم هنا على الفيرب سو ميديكي يعني تطبب أو تعالج. نضيف لهاد أوطو لمعني بذلك ذاتي. إذا نتكلم عن علاج ذاتي أن الإنسان يعالج نفسه بنفسه. إذا نتكلم هنا على الفيرب سوطو ميديكي. إذا لي جون سوطو ميديك سوطو ميديك يعني أن الناس يتعالجون بأنفسهم أونكور بلوس مانتونو. كما نقول هنا اي سوطو ميديك بلوس مانتونو أنهم يتعالجون ذاتيا أكثر الآن. اي سوطو ميديك أونكور بلوس مانتونو كما نقول زيادة أكثر مانتونو الآن كاريزون إي ديكا كوفيد لأن كانت عندهم حالات من هذا المرض مرض كوفيد. كاريزون إي لأنه كان عندهم ديكا كوفيد كانت عندهم حالات كوفيد دون لو فامي في عائلتهم اي ساف كوا بخوندر ثم يعرفون ماذا يأخذون. عندهم في عائلتهم أشخاص مرضى بكوفيد وهم يعرفون ماذا يفعلون. بمعنى آخر حسب هاد المقال أنهم يلتجئون في أول وهلة إلى الصيدلية كما سنعرف اي ساف كوا بخوندر ويعرفون ماذا يأخذون. طبعا عندنا هنا اي ساف كوا بخوندر ويعرفون ماذا يأخذون. طبعا عندنا هنا ساف هذا لفير سافوار في البريزون نقول جو سي تو سي إل سي نو سافون فو سافي نو سافون فو سافي إل ساف نو سافون فو سافي إل ساف هم يعرفون. إذا عندنا لفير سافوار هذا فعل عرفة إل ساف كوا بخوندر ويعرفون ماذا يأخذون. لي بيغسون كي سوسبكت إون أنفيكسيون كوفيد Les personnes qui suspectent une infection Covid vont très rarement chez le médecin. إذا نتكلم على الأشخاص الذين يشكون في infection Covid, une infection كما نقول إصابة, une infection Covid. إذا نتكلم عن إصابة بكوفيد, vont très rarement. أنهم يذهبون قليلاً, vont très rarement. أنهم يذهبون قليلاً chez le médecin, عند الطبيب. Ils viennent me voir directement. يعني أنهم يأتون لرؤيتي مباشرة. أنهم يأتون مباشرة عند الصيدلاني. Me disent que toute leur famille est contaminée. Me disent que toute leur famille est contaminée. Me disent يقولون لي. المقصود هنا ils me disent. Ils avec s me disent. إذن عندنا هنا me disent أنهم يقولون لي que toute leur famille. Que toute leur famille بأن كل عائلتهم est contaminée أنها مصابة. يقولون لي بأن كل عائلتهم مصابة. Et me demande quoi faire. Et me demande quoi faire. Tout le monde me demande ماذا هناك
من عمل، ماذا هناك من فعل. ممكن أن هذه الجملة تفهم على وجهين. الوجه الأول أن الأشخاص يأتون عند الصيدلانية إن دوموند كوافير، ثم يطلبون مني كصيدلانية ماذا علينا أن نفعل. طبعا هنا ممكن تكون عندنا ألفا نصف فخاز في نهاية هذه الجملة أم واحد انتروغاسيون، تكون عندنا نقطة استفهام كوافير، ماذا هناك من عمل. طبعا المعنى الآخر هو الذي عندنا هنا وهو الغالب، إما دوموند كوافير، ثم يطلبون مني ماذا علي أن أفعل. مقصود أنهم يطلبون أدوية بعينها. بمعنى آخر إكسبليك لا فارماسيان، إكسبليك لا فارماسيان، كما تشرح الصيدلانية. طبعا الموضوع لازال مستمرا، يتحدث عن الجهات طبعا والمؤسسات التي تؤكد هذا الخصاص. ثم في بقية الموضوع كما نلاحظ بعض الصيادلة يقولون بأن ليس هناك من جهات تؤكد لهم الأسباب التي أدت إلى هذا الخصاص، في حين أنهم يبقون في الواجهة في مواجهة طلبات المواطنين المتزايدة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.